ختاما تقول الحكاية: ضاق أحد الملوك القدماء ذرعا بكثرة الفقراء في مملكته وشكاوى الجوع التي لا تنتهي، فأشار عليه كبير وزرائه وأفسدهم بأن يوزع في يوم العيد بعض المؤونة على هؤلاء الفقراء بعد تسميمها، وهكذا يأكلونها ويموتون ويرتاح جلالته من أنين أمعائهم الخاوية. وافق الملك واتفق مع كبير وزرائه على أن يبقى الأمر سرا بينهما. جاء يوم العيد وأودعت المؤن المسمومة مخازن الدولة ليتم توزيعها على المحتاجين، وفي صباح اليوم التالي أعلن عن وفاة جميع الوزراء والقضاة وقادة الشرطة وكبار التجار وعائلاتهم الذين سرقوا المساعدات وأكلوها، فنجا الفقراء بجشع أصحاب السلطة. إلى اللقاء.